الفريق الضيف اليوم، فريق شبيبة الصور الذي لدغ اتحاد الجزائر بثلاثية كاملة في الجولة ما قبل الماضية، سافر إلى تيزي وز وعاد بأخف الأدوار في الأضرار في الجولة التي تلتها، عاد بتعادل صفر مقابل صفر. افتتح الموسم بفوز مبهر أمام مولودية وهران بثنائية مقابل صفر، والخسارة الوحيدة كانت بميدان شباب قسنطين البطل وبهدف مقابل صفر. نصر حسين داي هل يفك العقدة؟ ولو أن نصر حسين داي الموسم الماضي صحيح بأنه لم ينهزم كثيرا، ولكنه لم يفز أيضا كثيرا داخل أرضية ميدان، وهذه الكرة الأولى لصالح الفريق الضيف. الخروج الموفق الأول لمربح غايا بعد التوزيعة من تيبوتين، التدخل من كوناتي باتجاه الأمام، هذا اللاعب التونسي ورتاني يعود إلى اللعب الآخر خاسف إلى محور دفاعه، يوجد خياط والعريبي حل اللعب على الجهة اليمنى. مباراة يا سعيد أعتقد بأنها لن تخلو من الإثارة ومن الأهداف، كيف تراها؟ بلال نظن بداية المقابلة الآن عندنا دقيقة و30 دقيقة 30 ثانية، نظن أنه اللعب راه ينحصر في وسط الميدان، اندفاع بدني لكلا الفريقين، كل فريق حب يوري للاخر باش يفرض شخصيته وطريقه لعب على الفريق الخصم، وهذه دائما تكون هكذا في بدايه المباريات تاع البطوله. هكذا هي هذه الجوله الخامسه من المحترف الاول، على ذكر هذه الجوله فيه مباريات اربعه اليوم تلعب اليوم، الثلاث مباريات كلها تنطلق على الساعه السابعه، الشباب قسنطينة يلعب امام اتحاد بلعباس، مولودية وهران امام جمعية عين مليلة، ووفاق سطيف امام شباب بلوزداد. المباراة على الساعة، هذه المباراة على الساعة السابعة. البرنامج يستكمل غدا ايضا باجراء مباراة اولمبي المدية مولودية الجزائر دفاع تاجنات اهلي برج بوعريريج، المباراة منقولة على القناة الرابعة، وشبيبة القبائل نادي بارادو من 45 دقيقة على الجزائرية الثالثة. أما المباراة الوحيدة المؤجلة إلى تاريخ لاحق 7 أكتوبر القادم بين اتحاد الجزائر ومولودية بيجاية، وكان ذلك بسبب مشاركة الاتحاد في إياب كأس العرب. هنيئا للاتحاد ولأنصار التأهل إلى الدور المقبل. الكرة في وسط الميدان لصالح فريق شبيبة الصورة، ورتاني يسترجعها يلعبها باتجاه حراق، تعود لورتاني بالخطأ، يدخل يفتح اللعب عن طريق تيبوتين على الجهة اليمنى، يحتفظ بها تيبوتين، يجيه اللعب طبعا كوناتي، تسترجع من ميايش، العودة إلى المدافع خاسف، يلعب على الرواق الأيسر، خياط والعريبي، ثنائي رهيب في محور دفاع فريق نصر حسين داي. سعيد بالفعل، ورانا نشوفوا انه فريق شبيبة الصورة راهو يلعب كتلة دفاعية متوسطة، اللاعبين راهم يلعبوا انطلق احمد قاسمي استسمحك سعيد، ولكن خروج نعتاج هو الذي سبق قاسمي احمد في هذه الانطلاقة، يتحين الفرص ويتحين اللحظات، يبحث عن المساحات والفضاءات من اجل الانطلاق تحت انظار المدرب تزيري بلال الذي يطمح الى تحقيق افضل مما حققه الموسم الماضي. الكرة الى التماس ولصالح النصرية. كما قلت بلال انه فريق شبيبة الصورة رانا نشوفه راه يلعب 4-1 4-1، ويلعب كتلة، قلت لك كتلة دفاعية متوسطة باش يرغم لاعبي نصر حسين داي يلعبوا كرات طويلة، وبالك الكرات الطويلة هذه بالك راح تساعد أكثر دفاع شبيبة الصورة. أما فيما يخص نصر حسين داي كما رانا نشوفوا أنه الفريق راهو يلعب 4-4-2 3-1، اللاعب بعلي هو اللي يلعب وحده في الهجوم، واللاعب قاسمي يزيد يعطي له المساندة خصوصا كي تكون الكرة في هجمة لنصر حسين داي. وهذه الهجمة لصالح النصرية، احتسب على إتريا الحكم خطأ ضد كامارا، ولصالح حراق شمس الدين الكرة
ستكون عالية، كرة عالية وكرة دقيقة وكرة دائما ما تأتي بالخطورة خاصة إذا لعبت بهذه الكيفية، ولكن دفاع الشبيبة يتفوق. انطلاقة في هجمة معاكسة، أحمد قاسم يسترجع هذه الكرة وراح على الجهة اليسرى يراوغ من الرقابة الدفاعية عن طريق تيبوتين، محتفظ في التوزيع من أحمد قاسم الراسية. ما زال الخطر أحمد قاسمي ولا أحد تمكن من إيقافه بعد أن استرجع تلك الكرة وانطلق على الجهة اليسرى. كما شفنا بلال أنه اللاعب قاسمي بالخبرة والتجربة تاعو عرف كيفاش يسيطر على الكرة ويقود هجمة على الجهة اليسرى، قدر يعمل فتحة كانت خطيرة لو كان أي مهاجم هنا. الكرة ماذا يقول حكم المباراة؟ ما فيش خطأ بعد التدخل من أمام اللاعب النصرية من خوالد نصر الدين، هو الآخر لعب الكثير من الدربيات لما كان يلعب مع اتحاد الجزائر اتحاد بسكرة ولعب في أحد السعودي. بالفعل نشوفوا هذه اللقطة تعطيك الخبرة والتجربة اللي اكتسبها اللاعب خوالد، لو كان لاعب شاب هنا بلك كان قادر يجيب ضربة جزاء. صح، رأنا عليه المدرب نبيل ناغيز خوالد نصر الدين المتواجد في محور الدفاع رفقة اللاعب كوناتي السنغالي. الكرة من هناك لصالح دفاع النصرية، فتح اللعب، محاولة توسيع اللعب من جانب عناصر النصر حسين داي وانتشارها على أرضية الميدان، ولكن فريق الشبيبة إلى حد هذه اللحظات انتشاره وتوزيعه ورقبته وغلق كل منافذ. نظن كما تحدثنا انه طريقه لعب تاع فريق شبيبه الثوره، رانا شفنا انه نصر حسين داي ماهوش قادر يلعب الكره خصوصا يحوس على المهاجمين، ولانه لاعبي اتحاد الثوره نظن راهم متمركزين جيد. شبيبه الثوره، هاي كره للشبيبه، هاي كره للشبيبه، التوزيع خروج مربح كايا، مرباح يربح الريحان في هذه الكرة وهذه التوزيعة الأولى تقريبا أو الثانية من جانب فريق شبيبة الثورة. يعي جيدا ما يفعله على أرضية الميدان ويدرك جيدا ما يفعله ولم يتنقل إلى هنا من أجل النزهة والسياحة، وإنما من أجل العودة بنتيجة إيجابية أمام أشبال المدرب تزيري بلال. هذا تيبوتين واحد من أبناء الفريق، فريق الجنوب الجزائري الكبير والذي سيمثل الجزائر عن جدارة في ثاني مرة في كأس رابطة أبطال أفريقيا، أعرق وأمجد البطولات الأفريقية. على فكرة هناك اجتماع من قبل إدارة الفريق لتنسيق لهذه المنافسة الأفريقية التي ستنطلق بعد وقت قصير. طبعا شبيبة الثورة بقيادة الرئيس زرواطي محمد، يعني مجهودات كبيرة للإدارة وربما واحد من الإدارات التي توفر للاعبيها والطواقم الفني التي تمر على الفرق. يعني تحدثنا مع المدربين نظن المسيرين تاع شبيبة الثورة، كل ظروف العمل كل ظروف العمل موجودة في للنجاح. وكذلك رانا نشوفوا نتحدثوا المقابله انه الاندفاع البدني كلا فريقين، رانا لاعبين قريب 9 دقائق ولا فرصه للتسجيل. هنا تعرف انه اللاعب راه منحصر في وسط الميدان، كلا الفريقين هذا متخوف من هذا، وكذلك الكتله الدفاعيه والتمركز الجيد تاع المدافعين تاع شبيبه الثوره خلات انه نصر حسين دايم يقدروش يطبقوا كره تاعهم، يلعبوا في الكرات القصيره ويحوسوا على المهاجمين. هيا كرة لأحمد قاسمي، ولكن كوناتي يتفوق مباشرة من هناك إلى التماس بعد مرور تقريبا 10 دقائق ولا فرصة. اللهم التوزيعة من جانب لاعب شبيبة الثورة على الجهة اليسرى، وأيضا قاسمي في مخالفة يقول حكم المباراة لهجوم فريق نصر حسين داي. قاسمي موجود على الجهتين، هذا ليس قاسمي وانما مواقي. بلال هناك بك نقطة مهمة، قدروا لاعبي نصر حسين داي يوصلوا يتعداوا خط الوسط
شوف هذه مخالفه راح تكون خطيره. كما قلت انت اللاعب حراق عنده رجل يسرى جيده ويمتاز بتمريرات جيده، تقدر تكون خطيره هذه اللقطه. اذا الكره الثابته في حدود هذه الدقيقه العاشرة، نصر حسين داي امام وضعيه سانحه من اجل هز الشباك، من اجل افتتاح باب التسجيل واعطاء التقدم لانصار ولفريق. وهذا حراق الكل تقريبا ما عدا لاعبين في التغطيه الدفاعيه وكذلك لاعبي فريق شبيبة الصورة متواجدين داخل منطقة العمليات. الرقابة والصراعات الثنائية، مباريات داخل مباراة واحدة، الكرة الثابتة هذه من شأنها أن تحرك الجميع، تحركني تحرككم وتحرك الشباك، كما بإمكانها أن تحرك أنصار نصر حسين داي وتحرك مشاعر وكبرياء أنصار شبيبة الصورة. إلى حد الآن لم تلعب، ولكن التغطية الدفاعية كبيرة وكبيرة من جانب شبيبة الصورة، وبعيدة من هناك إلى الخمسة أمتار وخمسين، كانت مرفوعة عالية ولم تكن منفذة كما يجب، وكرة مثل هذه اخذ فيها وقته تقريبا دقيقتين ونفذها بهذه الطريقة. نظن سوء التركيز تاع لاعب حراك، المخالفة الأولى ما ضربهاش مليح، والثانية أنا نشوفه ما ضربهاش مليح، يلزم له باسكو فرص كيما هادو تقدر يكونوا فرص تاع تسجيل هدف، يلزم يكون عنده أكثر تركيز باش يقدر يضرب مخالفات في القمة. كنا نشاهد قبل لحظات نبيل نغيز ربما كان واقف حتى يعطي التوجيهات لزملائه في الرقابه او لاشباله في الرقابه الدفاعيه. الكوناتي في الصراعات الثنائيه دائما يتفوق في الكرات العاليه، هذا صاحب هدف في مباراه اتحاد الجزائر، المدافع السنغالي طويله منه باتجاه الامام، من يوجد المهاجم يعني الى حد الان المباراه المباراة راهي جد متوسطة. رانا نشوفوا كلا الفريقين كما قلنا كل واحد راهو متخوف من الاخر. نصر حسين داي المقابلة مازال ما دخلش فيها، مام شبيبة الصورة مازال ما دخلوش في المقابلة، لهذا نتمناو انه اللاعبين يتحروا اكثر نفسيا وباش نقدروا نشوفوا فنيات في هذه المقابلة. الخطأ مرتكب على اللاعب من جانب النصرية يعيش في وسط الميدان، دائما نسخ وراء كل حراق وراء كل الكرات الثابتة، حتى وإن تعلق الأمر تلك المتواجدة على مستوى خط منتصف الميدان. جميلة هذه الراسية، جميلة هذه الراسية في شباك الحارس، في شباك ناتاج في حدود هذه الدقيقة الثالثة عشر. جسمي. أحمد قاسمي ماذا فعل بهذه الكرة العالية المتجهة مباشرة إلى المكان الذي يريده؟ هل سجلها قاسمي أم سجلها المدافع كوراتي؟ هاي التوزيعة، هاي كيف صعد قاسمي وكيف صعد كوراتي، الكرة في الشباك، هدف أول، هدف أول من قاسمي أحمد الهداف والقناص، يفتتح باب التسجيل ويمنح الأفضلية لفريقه في مباراة كانت تبدو متزنة. سعيد بطالب من كرتين، الأولى الثابتة، تغيير الجناح، ثم نظن ارتقاء جيد من اللاعب قاسمي، هدف ممتاز، ضربة رأسية الحارس ناتاش ما قدرش يجيبها وما يقدرش يجيبها، ونعرفوه انه اللاعب قاسمي في مثل هذه التموقع يقدر يسجل اهداف، ونعرفوا انه يلعب جيدا بالراس، والخبره والتجربه تاعو خلاته يقدر يجيب هدف ممتاز. مع انه صعد معاه كوناتي الا انه تفوق عليه. تفوق عليه لماذا؟ لانه التمركز تاع كوناتي كان خطأ، لأنه كوناتي كان يتبع الكرة ونساء المهاجم الخطير موراه. هدف مقابل صفر في حدود الدقيقة الثالثة عشر، سجله أحمد قاسمي لصالح فريق نصر حسين داي. طبعا خروج ناتاش، الحكم يمنح التسلل طبعا للدفاع بقيادة نصر الدين خوالد الذي لدغ من الجحر
من جحر النصرية في الربع ساعة هذا الأول من بداية هذه المباراة، ولكن أشياء كثيرة ستحدث فيها لأنها ببساطة مفتوحة على كل الاحتمالات من الجانبين. أحمد قاسمي قائد الفريق يلعب مع ياش. العودة إلى الخلف على ذكر تشكيلة النصرية، مجموعة من اللاعبين الشباب، قلنا أنه لاعبي الشباب النصرية راهم يأدوا ما عليهم. بلال الجزيري راهو يقوم هو والطاقم تاعو بعمل كبير. نتمنى ان شاء الله انه النصريه تكمل على المنوال هذا، ولكن نقولوا انه المقابله مازال ما خلصتش لان الشبيبه الثوره ثاني عندها امكانيات. انت تريد انها تواصل على نفس المنوال، يعني اعطاء الفرصه للشباب. للشباب نعم نعم. لا يهمنا من سيفوز. لا مانيش على النتيجه، مانيش على النتيجه ان شاء الله. كل الشباب تكون عندهم فرصه، كل النوادي تحدو حدو النصريه نعم باش يبرزوا. وكذلك شبيبة الثورة رانا نشوفوا يقدروا يرجعوا في المقابلة، لأن المقابلة رانا لاعبين 16 دقيقة، كل شيء يقدر يحصل فيها. وربما بعد هذه المخالفة لصالح الشبيبة الثورية، بعد هذا التدخل وهذه العودة الغير موفقة من اللاعب النصرية على لاعب الشبيبة الزايدي، ورتاني هو الذي ارتكب على ما أعتقد الخطأ فعلا. نعم. عودة متأخرة على الزايدي والكرة الثابتة الغير بعيدة حوالي 30 متر عن إطار مرمى الحارس كايا مرباح، أمام الكرة عواج سيد أحمد، وأمام الكرة أيضا اللاعب الحمري على ما أعتقد. عواج سيد أحمد هو الذي سينفذ هذه المخالفة، مخالفة قد تأتي بالجديد، مخالفة قد تحرك شباك النصرية، مخالفة قد تهيد الروح لانصار شبيبة الثورة. صدمت بالدفاع والجدار الدفاعي، كان بالإمكان أفضل مما كان يا عواج لو رفع الكرة في السعيد. كنا نقولوا أنه في مثل هذه المخالفات يلزم التركيز كثير، وهنا عواج ما كانش مركز جيدا امام اللاعب اللي رجعت له الكرة. نظن التركيز تاعو ما كانش جيد والكرة خرجت. الرأسية من أحمد قاسمي، خوالدي يتدخل يلعبها باتجاه الأمام أن يوجد الزايدي. التدخل مرة أخرى، ماذا يقول الحكم؟ فيه تماس لصالح كامارا. كامارا المهاجم الغيني يتركها لتيبوتين، ستكون أو سيكون تماس ربما فعلا قصير. تيبوتين هل تعود له الكرة إلى تماس آخر؟ انصار النصرية لا يتوقفون، لا يريدون ان يصمتوا، لا يريدون ان يسكتوا، لا يريدون ان يتوقفوا عن التشجيع، يريدون ان يحملوا الشعار انهضوا. التوزيعة لانه في الاونة الاخيرة حدت يعني طائرة على المدرجات. اجلس خليني نتفرج، ريح خليني نشوف. هم لا يريدون هكذا شعارات في الملعب، وانما انها تشجع فريقك. وصحيح الى بالك يعني تتفرج، تفرج من خلف الشاشه، ما هنا من اجل تشجيع الفريق. وانا نشوف انه شبيبة الثورة بعد تلقيها الهدف بداوا يصعدوا للهجوم، وهذا باش يعدلوا النتيجه. وهذا واش لازم يديروا، لانه الان فريقك خاسر، لازم تهاجم اكثر باش تقدر تعدل النتيجه. ونصر حسين داي الان راهم يلعبوا جيدا، ورانا نشوفوا اللاعب حراق اللي راهو يدير الضغط على مدافعي شبيبه الثورة. فعلا اخر مباراه او مباراتين في الموسم الماضي بين الفريقين تمكنت فيها الشبيبه الثوريه من فرض التعادل السلبي هنا 0-0، وفازت في مباراة الذهاب بهدف مقابل صفر. قبله النصرية فازت في الأسبوع 25 بثلاثية مقابل 2 أمام الشبيبة هنا، وأدار هذا الحكم الذي عانى من مخالفة في مباراة الذهاب. فازت الشبيبة بثنائية مقابل هدف. شبيبة الثورة قصفت نصر حسين داي برباعية في الموسم ما قبل الماضي،
أو ما قبل الماضي يعني برباعية مقابل صفر، وجمعتهم مباراة في الدورة السادسة عشر من كأس الجمهورية. وعلى التأهل النصرية بضربات الجزاء بعد أن انتهت بالتعادل صفر مقابل صفر. أولى المواجهات منذ صعود شبيبة الثورة كانت لصالح شبيبة الثورة هناك ببشار بهدف مقابل صفر. النصرية ردت بالمثل في مباراة العودة. فريق شبيبة الثورة الفريق الضائر الذي لم ينهزم على أرضية ملعب 20 أوت ببشار منذ أربع سنوات. لا نظن فريق شبيبة الثورة في ميدانه ما فيش كلام، نظن يعرف مليح جيدا الميدان تاعو، عنده لي روبير تاعو، وكذلك عنده فريق جيد، عنده جمهور يحب كثيرا فريقه، يساندهم في السراء والضراء، وهذا شيء جيد. ونتمنى ان شاء الله انه كل مقابلات تسودها الروح الرياضيه ان شاء الله. طبعا العوده الى هذه المباراه نلعب 20 دقيقه من بدايتها، لم نشاهد ردة فعل من جانب فريق شبيبة الثورة على الفعل الذي قام به فريق نصر حسين داي، وهو الهدف الأول بعد هذه المحاولة لعواد سيد أحمد، لكن التفوق من مدافع النصرية العريب انطلاقة بهجمة معاكسة من هناك على الجهة اليمنى ريعة، يخرج كوناتي، يتفوق كوناتي مباشرة بهذه الكرة إلى التماس. نصر حسين داي يريد أن يكون سريعا في الهجمات المرتدة، لا يريد أن يترك الوقت لدفاع الشبيبة الثورية من أجل التمركز والانتظار. شبيبة الثورة رايت تحوس تهاجم أكثر، وهذه رايت تخلي فراغات في الوراء مثل هذه. نصر حسين داي كان قادر إثر هجمة معاكسة أن يسجل أن يدير الخطر ولا يسجل هدف. هاي كرة أخرى، هاي صعبة، هاي مليحة، الحكم يترك مبدأ الأفضلية من هناك. تلعب بين لاعبين، كمارا ينطلق، من يحتفظ بها، يلعبها في الوسط، توصل عند تيبوتين من يجي على الجهة اليمنى. الزايدي يفتح اللعب في وسط الميدان، أن يوجد من لاستنجاد بناتاش من بوشيبا، طويلة من ناتاش باتجاه الامام، ان يوجد المهاجم كامارا، وكذلك الزايدي المعزول نوعا ما، فتح اللعب باتجاه اللاعب بوشيبا يحتفظ بكره، بوشيبا يطلبها تيبوتين، لا يفضل يلعبها قصيره، تعود له بوشيبا من يجي العوده الى الخلف، ان يوجد اللاعب كل خير يلعب مع كوناتي مع خوالد يدخل الكره الى الوسط، ان يوجد كامارا يضيعها، كامارا انطلاقة في هجمة معاكسة من هناك يسترجعها لاعب النصرية. هذا حراق، يعني تضيع الكرة من كامارا بطريقة ساذجة. العودة لغايا مرباح، طويلة منه كما جاءت غايا الراسية، يتفوق خوالد العايد من إصابة منذ مدة، أصيب مع فريق اتحاد الجزائر بعدته لمدة أكثر من 6 أشهر. نظن اللاعب خوالد اثر الاصابه اللي تعرض لها كي كان في اتحاد العاصمه خلاته بعيد عن الميادين، ومشى مع ذلك مشى السعودية. كان في السعوديه لعب، والان رجع للجزائر من بوابه شبيبة الثورة. هو لاعب كما قلنا عنده تجربه وعنده الخبره. الكره للشبيبة الثورية، من هناك التوزيع الرائعة الدائريه والتدخل من الدفاع الحمري هو الذي وزع هذه الكره. الحمري وزع، والعريبي تغطيه جيده من العريبي. انطلاق الان من يعيش، لعبها في الوسط على الجهه اليسرى، ولكن ولا احد في استقبال الكره. بعلي زيري بلال على التماس، يدرك بان فريقه لم يفز حتى، وان فريقه بتسجيل الهدف يكون قد استفز اكثر فريق شبيبة الثورة بعد هذه الكرة من بالي، ولكن في وضعية التسلل ناتاش يلعبها بسرعة مع كوناتي، يلعب مع خوالد نصر الدين، خوالد يفتح اللعب على الجهة اليسرى، ان يوجد بيكاكشي هو الاخر العريبي، حط الكرة على الارض طويلة باتجاه الامام، يسترجعها خوالد، يلعب مع كوناتي، يجيه لاعبين من جانب شبيبة الثورة، تعود من بوشيبا توصلوا الكرة والحلول غائبة ونقصة نوعا ما، ولكن هذه الكرة الجميلة من تيبوتين لم يصل عليها.
نظن انه نصر حسين داي خدا شويه ثقه في النفس، لهذا راهو يلعب باكثر ارتياح، العكس على فريق شبيبة الثورة. شبيبة الثورة الان راهو دخل شويه في التسرع، راهو يخلط ما بين السرعه والتسرع، ولازم نشوفوا ان شاء الله اللاعبين يتحكموا اكثر في اعصابهم باش تكون الكرات خصوصا من الجانب الفني ما تكونش ضايعه كثير. الكره لكامارا في الوسط، يلعبها ويضيعها ليعيش، ليعيش يطلبها قاسمي على الجهه اليسرى، توصلوا قاسمي، ينتظر قاسمي ويعود ان يوجد حراق، حراق يغير الجناح تماما على الجهه اليمنى، ولكن خوالدي يتفوق. ما زالت الكره لكامارا، عوده مهاجم النصريه، يقدم رجله مدافع الثوره ويحتسب له الحكم مخالفه لصالح مواقي والتدخل، وان لم تكن فيه نيه الاعتداء الا انها كانت مخالفه على اللاعب عواد. سيد احمد غائب في مباراه اليوم تقريبا بعد مرور 25 دقيقة، والنصرية متفوقة بهدف مقابل صفر لحساب هذه الجولة الخامسة من المحترف الأول، المباراة الافتتاحية لهذه الجولة التي تلعب مبارياتها الأخرى غدا بحول الله، وتختتم في 7 أكتوبر بالمباراة المؤخرة بين اتحاد الجزائر ومولودية بجاية. ماذا يقول رفيق عاشوري؟ يريد أن يتحدث مع كرسي احتياط اتحاد الجزائر بعد أن ناداه الحكم تيزي زوا لتزيري بلال. بلال تزيري يطلب منه الهدوء، يطلب، معروف عليه على كل تزيري بلال حتى لما كان لاعب الحرارة الزايدة. هاي الكرة الثابتة الخطيرة، الكرة الأولى، جاء الهدف الأول، جاء على إطار كرة عالية في التنفيذ دائما حراق، هل يوفق هذه المرة في وضعها فوق الروس؟ والتدخل من دفاع شبيبة الثورة، ورتاني يسترجعها، تلعب من العريبي كما جاءت ممن خاسف. تدخل على بكاكشي خوالد، إخراج الكرة أحسن ما فعل. ضغط عالي من نصر حسين داي، ما قدروش فريق شبيبة الثورة يخرجوا الكرة. أحمد قاسمي يترك الكرة، على العموم سيد المباراة وإن لم تحضر فيها الفرص الكثيرة إلا أنها صعبة وفيها نوع من الندية. لا فيها ندية كبيرة كلا الفريقين، رانا نشوفوا أنه فريق شبيبة الثورة يحوس يعدل النتيجة، وفريق نصر حسين داي بهذا الهدف اللي سجلوا أو حاب يحافظ عليه ويزيد يسجل أهداف، وراح نزيدوا نشوفوا إن شاء الله مقابلة أحسن. الكرة من تيبوتين، إعادتها إلى الوسط الميدان، يتدخل بكاكشي، عواش سيد أحمد لم يصل عليها، هذا أحمد قاسمي يريد أن يراوغ، الحكم يمنح له المخالفة بعد لمس الكرة باليد من قبل كل خير. هي الإعادة فعلا أحسن ما قرر حكم المباراة، لمسها بيده كل خير في التنفيذ. حراق دائما على مقربة من النصف ساعة الأول من هذه المباراة، نصر حسين داي يبحث عن أهداف أخرى وبالأحرى عن هدف ثاني، يقطع الكرة في المكان والتوقيت اللازمين. هاي انطلاقة في هجمة معاكسة، طلبها تيبوتين، هل من أو زايدي ليس، العودة إلى الخلف بالحمري، انطلق ولكنه ضيع، تحولت إلى هجمة معاكسة. نصر الدين خوالد بقوة، نغيس غير رادي على تضييع هذا الهجوم المرتد من جانب فريق. لا نظن انه المدرب نغيس بالك قال انه اللاعب نصر حسين ذايق شدها بيده، وبعد نشوفه ان شاء الله في الاعاده، لانه قبل لحظات هاي الاعاده سنشاهد هنا
فعلا فعلا ضربت في يد احمد قاسمي. قاسمي نعم. ربما غابت على حكم المباراه تمادا لانه قبلها بلحظات منح لمسه يد لنصر حسين داعي بعد ان لمست الكره اللاعب كل خير، وبالتالي رد فعل طبيعي من المدرب نخيس. نعم يعني لما شاهد بلال لمست يد نصر حسين داعي صحيحه ولمست يد شبيبه الصوره صحيحه، وبالتالي ممكن الحكم ممكن يغلط. اكيد اكيد هاي الاعاده لان اللاعب الحمري كان متجها وتفوق عليه المدافع مدافع النشطرية خياط، لكن الحكم كان بامكانه العوده ومنح خطا اخر. رفيق عاشوري هذا هو الى غايه اللحظه يسير في اطوار هذه المباراه كما يجب. الراسيه التغطيه مباشره الى ناتاش، ناتاش طويله منه باتجاه الامام، الصراع الثنائي، الحكم يمنح المخالفه للدفاع. ما زالت المباراه مستمره نصف ساعه الاول، والنصريه متفوقه بهدف مقابل صفر امام شبيبه الثوره. بلال نظن ما كاش فريق راهو احسن من الاخر، المقابله على العموم جد متوسطه. نصر حسين متكافئه، نصر حسين داي قدر يسجل هدف عن طريق كره عاليه وين المهاجم محمد قاسمي نقدر نقولوا كان اكثر حيلي كان اكثر ذكاء من المدافع كوناتي. كوناتي فعلا يعني فرصه وفقت في هذه المباراه سجلتها النصريه في حدود الدقيقه 13 من بدايه المباراه. مع ذلك ليس هناك اشياء جديده وليست هناك اشياء يعني تستحق الذكر من الجانبين. نصر الدين خوالد يطلب ربما التحرك الهجومي والفعاليه الهجوميه، كرسي احتياط فريق شبيبه الثوره فيه جاليت وفيه حاميه وفيه طلاح ومرباح ويحيى الشريف وفرحي وابو قاسم، اما فريق نصر حسين داي فيه بوحلفيه وفيه السيسي ويوسفي والعرفي ومعزيز وشويتر ورايح. نقدر نشوفوا يحيى شريف ممكن يدخل في الشوط الثاني لانه يعرف جيدا ملعب 20 اوت، ويحيى شريف نعرفوه انه هو قائد الفريق، ممكن لاسباب تكتيكيه او بدنيه المدرب نغيز حب يخلي يحيى شريف يرتاح. فعلا. صراع الثنائي هذا ورتاني يفتح اللعب ورتاني على الجهه اليمنى. جميلة منه، ما زالت الكرة لصالح النصرية، التوزيع ضاعت له، مرت عليه هذه بعلي. الكرة بعلي انتظر الكرة ولم تخادعه، بعلي هيئ نفسه ولكنه ليس لموسى حتى يضع في الشباك يا سيد. أو ليس قاسمي، أو ليس حتى قاسمي فعلا. نظن هنا بعلي تسرع شوية في التايمينغ تاع باش يضرب الكرة، رانا نشوفوه هنا. أنا إن شاء الله لو كان لكن لو المسألة كانت في الشباك في نهاية المقابلة نسقسيه نقول له اسكو غمضت عينيك ولا لا، لو كان غمض عينيه يراطيها أكيد ما يكونش شاف الكرة، ما يكونش شاف الكرة جيد. صح صح لأنه مرت هكذا يعني فكرني بلال في نهاية المقابلة نسقسيوها عليها. أكيد أكيد. المباراة مستمرة والتفوق للنصرية بهدف مقابل صفر فيه لمسة يد، هذه المرة شاهدها رفيق عاشوري. عواج سيكون وراء التنفيذ، سيد أحمد عواج اللاعب السابق لي وفاق سطيف شبيبة القبائل مولودية الجزائر ومولودية وهران، أو بالأحرى مولودية وهران ومولودية الجزائر ووفاق سطيف وشبيبة القبائل. الكرة تصطدم بدفاع النصرية، اليوم النصرية دفاعها ليس من السهل أنك تسجل عليها. على كل انطلق في هذه الهجمة المرتدة، عنده إمكانيات كبيرة اللاعب الشاب يعيش من مواليد 97، هو في المنتخب الاولمبي، لاعب تحت 23 سنه، لاعب ممتاز، كان في اتحاد الحراش في الشبان ومشى لاتحاد العاصمه والان راهو في نصر حسين داعي على شكل اعاره. حتى خاسف لاعب شاب. نعم.
وحتى مواقي لاعب شاب، وحتى يعني مجموعة من اللاعبين الشباب يرفع بهم التحدي تزيري بلال. هم يثبتوا من مقابلة إلى مقابلة أنهم على خطى الموسم الماضي. ناصر الدين خوالد يلعب في الوسط مع أحمد قاسمي بدوري ليبي كاكشي وكامارا. كامارا يتحصل، لا يرتكب المخالفة كامارا. المهاجم الغيني كامارا غير راضي على قرار الحكم. تدخل هنا صحيح، يعني تدخل كان من المدافع. هذا زايدي، زايدي يراوغ، رايا زايدي يلعبها باتجاه كامارا على الجهة اليمنى. من هناك يراوغ، كامارا يتوغل، هل سيوزع هذه الكرة؟ فعلا، ولكنها تجد المدافع مباشرة إلى التماس. تمركز جيد من مدافعي نصر حسين داي امام اللاعبين اللي يلعبوا في الوسط، ورتاني وحراق يرجعوا للدفاع. ورانا شفنا هنا ورتاني في راديو زينبال هو اللي كان تم واسترجع الكره. فعلا. التمريرات، المراوغات، الثنائيات، الاحتكاكات والصراعات هي السمة البارزة على هذه المرحلة الأولى بين الفريقين. عواج سيد أحمد لاعب يعيش، لاعب ممتازة، يلعب ببرودة أعصاب، برودة أعصاب، مام تقنيا يلعب بالكرة كما يحب. فعلا، وهذه تطلب برودة الأعصاب والرزانة. ماذا فعل بكاكشي؟ ماذا فعل بكاكشي؟ ورط خوالد نصر الدين. بكاكشي كاد ان يورط خوالد نصر الدين الذي استعمل نوع من الخبرة واخرج هذه الكرة. الحكم يقول فيها تماس لصالح نصر حسين داي. يا ماذا اراد ان يرد الكرة بالصدر لحارس مرماه، ولكن مهاجم النصرية كان قريبا. اللاعب بعلي إعادة الكرة إلى الميدان. لم يجرب كثيرا الحارس ناتاش ولا جايا مرباح. كرة واحدة من جانب النصرية كانت كفيلة بتحريك الشباك، كان ذلك في الدقيقة 13 وعن طريق أحمد قاسمي. ما عدا ذلك هي مجرد صراعات ومجرد معركة بين اللاعبين على أرضية الميدان. الفرص غايبة والفعالية الهجومية كذلك من الفريقين، تكافؤ في الأداء وتوازن في اللعب وتشابه في الصورة العامة للمباراة. سعيد، نعم، ونشوفوا من جانب فريق شبيبة الثورة هناك المهاجم زايدي يلعب وسط ميدان هجومي، راهو يحاول باش ينقل الخطر الى فريق ضد دفاع النصر حسين داي، ولكن اللاعب وحده ما يقدر يدير والو في وسط أربعة ولا خمسة مدافعين. والتمركز تاع النصر حسين داي المدافعين راهو جيدا. فعلا، ماذا يمكن للمدرب في هذه المرحلة الأولى بالذات أنه يفعل؟ يعني فريق شبيبة الثورة نشوف اللاعبين دخلوا في دوامة شك. احنا نعرفوا أنه العدو اللذو تاع أي لاعب تاع كرة قدم هو الشك. نشوفوا تمريرات عشوائية، تمريرات للخصم، وترميم تمريرات حتى خارج البساط. أنا تعرف أنه اللاعبين دخلوا في أزمة نفسية. الكرة صعبة صعبة صعبة، توغل وكاد يصل إلى الشباك حتى لاعب النصرية مواقي، ولكن في لحظة غفلة ووقوف لعناصر فريق شبيبة الثورة عودة المدافع كوناتي هو الذي أحرج نوعا ما وأربك المهاجم. المهاجم ما خلاش يتوغل جيدا، وكما قلت لك رانا نشوفوا أنه شبيبة الثورة لازم تحكم أكثر في أعصابها، وخصوصا ما بين الشوطين ظن المدرب نغيز راح تكون عنده دور كبير ليعاود يرجع ثقة اللاعبين.
في الثقة، ليس لأنهم ضيعوا الكثير من الكرات هجوميا أو شيء من هذا القبيل، وإنما لأنهم اصطدموا بخط دفاعي محكم التنظيم. محكم وخصوصا بعد استقبالهم الهدف، نظن ضيعوا قليلا من الأداء الفردي والجماعي تحت. الكرة لكامارا من هناك، كامارا يحاول بالحل الفردي ولكن ليس من السهل أنك تمر أمام هذا الجدار الدفاعي. بالرأس الكرة توضع على أرضية الميدان من جانب شبيبة الصورة، كوناتي الحكم يعود إلى الخطأ. لاعب سقط على أرضية الميدان، لاعب قسمي، قسمي أحمد، اصطدامه مع المهاجم ضمن كوناتي بعد الارتقاء. مهاجم كامارا، كامارا نعم، عفوا صراع لأن كامارا رفض الصعود والسقوط كان سيء من أحمد قاسمي، يربح في ثواني على كل قبل نهاية المرحلة الأولى بخمس دقائق من الوقت الرسمي. التفوق للنصرية، وسجل هدف التقدم الساقط على أرضية الميدان أحمد قاسمي منذ الدقيقة 13. طبعا هذا الزاوي بالنصرية أيضا، وهذا نبيل نغيز مدرب فريق شبيبة الصورة، يدرك بأنه خصم أمام خصم عنيد، يدرك بأنه أمام واحد من بين الفرق التي بإمكانها أن تقول كلمتها في كل موسم في المحترف الأول. نظن النصرية منذ الموسم الفارط كيسجلوا هدف، هما يسجلوا هدف سبق، صعيب على الفريق الخصم باش يعاود يسترجع الهدف هذاك، ويقدروا مام نصر حسين دا يقدروا يسجلوا اهداف اخرى، ولكن احنا نعرفوا انه فريق شبيبه الثوره ماهوش هذا المستوى تاعو. لاعبي شبيبه الثوره دخلوا في دوامه ازمه ثقه خصوصا بعد تسجيل ضدهم هدف، ولاعبين نحسوهم مام لانيماسيون اوفنسيف فريق شبيبه الثوره ماهوش يلحق تماما الى الهجوم الى 18 متر تاع نصر حسين داي، وهذا نقدر نقول لك نقطة ضعف حاليا لفريق شبيبة الصورة. فعلا سعيد ابو طالب، وكأني بالحلول غائبة تماما على شبيبة الصورة التي تريد ان تنوع في اللعب، تريد ان تبحث عن فضاء وعن مساحة وعن ثغرة من اجل الوصول الى الشباك من اجل تعديل النتيجة قبل اقل من 3 دقائق عن نهاية الوقت الرسمي لهذه المرحلة الاولى. شبيبة أو نصر حسين داي متفوق وصامد دفاعيا، فريق نصر حسين داي يلعب بكتلة، ولكن انطلق من هناك مهاجم الشبيبة الصورية سيري بلال. الوصفة التي أعدها في هذه المرحلة الأولى تأتي ثمار. قايا مرباح منذ مدة لم نشاهده. هنا تعرف انه فريق شبيبة الصورة من الناحية الهجومية راهو بعيد كثيرا. فعلا الصعود بين قاسمي وبين خوالد، هذا قاسمي هل سيسدد من هذه المسافة؟ يفضل فتح اللعب ولكنه يسقط المهاجم من هناك، انطلاقة في هجمة معاكسة، فيها نوع من البوط، التوزيع مباشرة لقايا مرباح. غايا مرباح يلعبها مع خياط، طويلة من خياط باتجاه الأمام، هل في وضعية تسلل؟ فعلا على اللاعب يعيش تيبوتين، يفتح اللاعب تيبوتين باتجاه من؟ اللاعب رقم 28 الحمري لحراق. انطلاقة صراع ثنائي بين كوناتي وبين مواقي، يتفوق الأخير أحمد قاسمي. هاي كرة أخرى لصالح النصرية، هاي كرة أخرى لصالح النصرية، التوزيع والتدخل من بيكاكشي مباشرة إلى التماس من هناك. نشوفوا أنه فريق شبيبة الثورة يضيع في كور
سانحه يقدر يلعب جيدا للزميل تاعو، راهم يضيعوها وهكذا ومشكلوا خطر على فريقهم. هو التماس قبل 30 ثانية عن نهاية الوقت الرسمي لهذه المرحلة الأولى، يتهيأ الحكم عاشوري لإضافة دقائق أخرى، لن تكون أكثر من دقيقتين على أكثر تقدير. طبعا فعلا دقيقتان من الوقت بدل الضائع أعلن عنهما حكم المباراة. مستمر المباراة قبل دقائق، ماذا يحذر كل مدرب للمدرب الآخر في مرحلة ما بين الشوطين؟ صحيح بأن النصرية متفوقة بهدف مقابل صفر، وصحيح أيضا بأن النصرية لما تتفوق في النتيجة، يعني لما تأخذ الأسبقية ليس من السهل أنك تعود لها في النتيجة فريق نصر حسين داي، ولكن حتى شبيبة الثورة لديها من الإمكانيات ما يؤهلها للعودة. 45 دقيقة، هي كرة لي من هناك على الجهة مباشرة إلى التماس سعيد. لا بلال، لازم لاعبي شبيبة الثورة وخصوصا المدرب في الشوط الثاني لازم يبدل خطة اللعب، لأنه اللاعبين رانا نشوفوا ما قدروا يتحصلوا. هي الكرة الصعبة ولكن تدخل من الدفاع. تفضل سام. نعم لازم يبدلوا الخطة خصوصا هجوميا، انه فريق شبيبة الثورة انا نشوفه ما عنده حتى فرصة سانحة للتسجيل في الشوط الأول. 45 دقيقة راهم يدافعوا نعم، لكن من الناحية الهجومية لانيماسيون اوفونسيف نظن ابار لاعب زايدي اللي راهو يحوس يسجل اهداف، ولا مش نقولوا راهو يدير خطر على دفاع نصر حسين داي. اما اللاعبين المهاجمين الاخرين نظن المردود تاعهم راهو جد متوسط. جد متوسط، دقيقة وقل عن نهاية هذه المرحلة الأولى بين نصر حسين داي وشبيبة الثورة. التفوق للنصرية بهدف مقابل صفر منذ الدقيقة 13، وقعه أحمد قاسمي على إطر كرة عالية عرف كيف يضعها في الشباك، وفي هذه اللحظات وفي هذه الأثناء بالذات ينهيها رفيق عاشوري لصالح فريق نصر حسين داي. من قدم بعلي مع قاسمي يلعب مع اللاتي، علاتي يحتفظ بالكرة ويتقدم باتجاه الأمام، لكنه يفضل زميله العريبي يلعبها مع خياط الكرة إلى الخلف، أن يوجد مرباح مع العريبي، طويلة من مرباح قايا. الشفاء العاجل للحارس الثاني بوصوفة الذي تعرض لتسمم. إن شاء الله إن شاء الله ربي يشافيه إن شاء الله. غذائي هذا ما أسرت لنا منه بعض المصادر من بيت النصرية، وبالتالي غائب في مباراة اليوم. كذلك كنت حدثوا على الهجوم فريق شبيبة الثورة، ما نسوش لاعب بولعويدات ينعرفوه أنه لاعب. هاي جميلة، هاي صعبة، هاي ممتازة، هاي كرة الهدف الثاني وعودة الدفاع، ما زال الخطر. ضيعتها النصرية، هل ستندم على هذه الفرصة الهجومية؟ هل ستندم على هذا الهدف؟ هو هدف ضائع. هل سيشعر هذه الفرصة فريق شبيبة الثورة بأنه غايب وبأنه كاد يخسر المباراة مع بداية هذه المرحلة الثانية؟ شاهد كيف لعبها ووزعها، ولكن خوالد عاد وردها، وفي كرة ثانية أيضا لم يتعامل جيدا معها سعيد. أنا أظن هذه فرصة سانحة للتسجيل باش فريق نصر حسين داك كما نقولوا بالعامية يقتل المقابلة، وراك قلتها أنت هذه الفرصة كي تضيعها تقدر تستقبل أهداف وبالك راح تندم على هذه الفرصة.
وكذلك اعتقد يا سعيد استسمحك نعم بان ستكون منعرج المباراه. ممكن ممكن. وكذلك ما فهمناش الخروج الجماعي تاع دفاع نصر حسين تاع شبيبه الثوره اللي خلاو اللاعب يروح خاسف يروح وحده من الجهه اليسرى. الكره الى ناتيش يفتح اللعب باتجاه كوناتي. كوناتي يراوغ على الجهه اليمنى ويطلبها كامارا يلعبها في الوسط. هل ستضيع؟ تعود لكوناتي. الكره الدائريه تلعب باتجاه فرحي اللاعب البديل الذي دخل قبل لحظات. الحكم ماذا قال؟ منحلو المخالفه اللاعب القادم من اتحاد بسكرا فرحي. فرحي هي الاعاده من خاسف لم يصل عليها قاسمي. كان قادر خاسف يزيد يدخل بالكرة لأن المساحة كانت عنده ويقدر يقدر زملائه كانوا نعم ويقدر يمد الكرة في أحسن الظروف. في أحسن الظروف كوناتي هو آخر مدافع. شبيبة الثورة تلعب هجوميا ويبدو بأنها ستغامر هجوميا ويبدو بأنها ستحاول أن تربك عناصر فريق ناصر حسين داي. هذه الكرة في عمق الدفاع بين مدافعين ومهاجم يتفوق المهاجم وعودة المدافع الآخر. الكرة لحراق يلعب مع ورتاني. ورتاني وحراق ثنائي يساعد كثيرا دفاع فريق ناصر حسين داي. في الوسط الكرة لشبيبة الثورة من ورتاني ضاعت له كاميرا. كوناتي فرحي يعود إلى الخلف أن يوجد نصر الدين خوالد. تصله نصر الدين يلعبها في الوسط أن يوجد كامارا وبوشيبا أيضا. العودة إلى كوناتي. كوناتي مع نصر الدين خوالد دائما بنفس النهج وبنفس السيناريو وبنفس الطريقة يلعب فريق ناصر حسين داي هذه المباراة. عواش سيد أحمد يفتح اللعب من هناك على الجهة اليمنى تعود إلى داخل منطقة المنتصف. عواج لكوناتي. الحلول غايبة. جدارين دفاعيين من جانب النصرية ينتظران. غلقوا كل المنافذ. قطعوا الكهرباء والغاز والماء على فريق شبيبة الثورة. بالفعل بالفعل نظن رانا نشوفوا أي كرة تروح لهجوم شبيبة الثورة يسترجعها دفاع نصر حسين داي. ورانا نشوفوا أنه لو كان شبيبة الثورة يكملوا على هذا المنوال ما يقدروش يوصلوا إلى مرمى نصر حسين داي. نصر الدين خوال حتى التغيير وجب ان يكون هجومي. هاي كرة جميلة هاي ممتازة لمن زايدي. زايدي التدخل امامه من المدافع النصرية العريبي. العريبي وخياط واحد من ابرز المحور الدفاع في الجزائر. نعم 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 نظن راهم يكملوا في الموسم الجيد اللي ادوه العام اللي فات. هذا عواج سيد احمد وهذه الركنية الدائرية العالية وخروج الحارس قايم رباح يلعبها بسرعة على الجهة اليسرى. من هناك انطلاقة في هجمة مرتدة لصالح النصرية والتدخل من الدفاع يرتكب المخالفة. تلعب من هناك في دار الدفاع توصل خاسف الحق على الكرة وضع خرجها بكاكشي إلى الركنية. خاسف أصبح يصول ويجول على الجهة اليسرى. المشكل في الجهة اليمنى من دفاع شبيبة نعم الثورة. نعم شفنا تمريرتين من لاعب حراق من جهة اليمنى تاع شبيبة الثورة واليسرى تاع نصر حسين داي اللي شكلت خطر. ونقدروا نقولوا هاد التمريرتين تاع هدف تهدف محقق. نظن هدفين محققين راحوا لنصر حسين. السيناريو الذي تحدثنا عنه بين الشوطين من اجل ان يصل فريق شبيبة الثورة نعم سعيد نعم نعم يطبقه نصر حسين. نعم نعم. وكذلك شبيبة الثورة الان راح تخلي فراغات في الوراء ممكن يستغلوهم نصر حسين. طويلة من الحارس ناتيش تسترجع للنصرية. دائما شارع من هناك شارع من هناك شارع في دفاع فريق شبيبة الثورة. تلعب بالنصرية
على الجهة اليمنى من دفاع شبيبة الثورة. منذ بداية المرحلة الثانية تيبوتين هل يكون قد تعب مقارنة بما أداه في المرحلة الأولى؟ أنا نشوف أنه لاعب تيبوتين ماهوش قادر يغلق جيدا الجهة اليمنى تاعو، لأنه كل هجمات راهي تمشي من جهة اليمنى تاع فريق شبيبة الثورة واليسرى تاع نصر حسين داك. وبالتالي المدرب ناغيز مطالب بالتدارك قبل فوات الأوان، قبل أن يكون هدف ثاني سيقضي على أمال شبيبة الثورة في العودة في النتيجة. هكذا هي الصورة العامة للمباراة، توحي في ظل شح الفرص وفي ظل عدم قدرة عناصر شبيبة الثورة على اللعب هجوميا. هاي جميلة هذه المحاولة، واحدة من ربما المحاولات القليلة، العودة إلى الخلف بكاكشي تصطدم بالحارس من هناك، تلعب هل سيسدد من هذه المسافة؟ ممتازة الكرة، ممتازة الكرة وممتازة المحاولة من عواد سيد أحمد، ربما لعبها في منتصف المرمى في الوقت الذي كان بامكانه يبحث عن زاويه بعيده. بلال لو سمحت، شفت كي الكرات تمشي سريعا وتلعب في الرجل واون موفمون، لاعبين تاع شبيبه الثوره كانوا اون موفمون، قدروا يديروا خطر على دفاع نصر حسين داي. فعلا واحده من الفرص القلائل. ماذا يقول حكم المباراه؟ اللعب بوشيبا كان وراء استرجاع هذه الكرة، وراء الكرة الخطيرة التي سددها عواد سيد أحمد. تلعب بسرعة باتجاه بكاكشي، يبدو بأن النصائح لبكاكشي الصعود والتوزيع. كامارا هل سيستمر؟ كوناتي، خروج نعتاش عبد الرؤوف، يتفوق يلعب بسرعة مع نصر الدين خوالد، حتى الجو أصبح لطيف، درجة الحرارة انخفضت والرطوبة أيضا، وبالتالي اللاعبين ما خبأوه في المرحلة الأولى عليه أن يظهروه في هذه المرحلة الثانية. في وسط الميدان الكرة دائما ثورية، إلى ماذا يقول الحكم في لمسة يد؟ مشيبة فعلا لمست الكرة بيده، هذه الكرة من وضعيات التسلل، وضعيات التسلل كثيرة في هذه المباراة سيد. نعم نظن لاعبين يتسرعوا قليلا في تمرير الكرة وكذلك في مطالبة الكرة في الهجوم، يعني طلب الكرة في الهجوم. أحمد قاسمي يتفوق على لاعبين، انطلق أحمد قاسمي ومنح له الكرة، أحمد قاسمي رايع في الكرة الأخيرة وهي ينتظر في القائمة التالية من هناك، رد من دفاع الشبيبة الثورية، يسترجع أبو شيبة يتفوق، رايع ممتاز يراوغ يلعب مع كامارا، يعود إلى الخلف بدوره من هناك على الجهة اليمنى، تيبوتين يصعد، تعود الكرة داخل منطقة المنتصف، من كامارا يلعب يفتح اللعب باتجاه بكاكشي، يطلبها زايدي، توصلوا أو من إن طلق الحمري ضاعت له، تسترجع من العريبي ثم حراق يفتح اللعب برزانة، اللعب خاسف يعود إلى حارس مرماه خوالد نصر الدين، ثم هذا فرحي البديل يلعب مع بوشيبة بكاكشي، لم تضيع له الكرة لفرحي، تعود لمن؟ لعواد سيد أحمد، ضايعة مرة أخرى، يسترجعها علاتي، وليد يصعد، وليد يلعب مع سيد أحمد، مع أحمد قاسمي، راوغ يلعب بالكرة جيدا، انطلاقة في هجمة معاكسة، هاي كرة لصالح الشبيبة الثورية، الحمري يلعبها ولكنها ضيعها بهذه الطريقة، ما زال الخطر، عواد سيد أحمد ماذا يبحث عن مخالفة فعلا يتحصل عليها. يتحصل على هذه المخالفة التي كانت ربما قاسية نوعا ما، ولكن الحكم عاشور منحها ومنح هذه الفرصة لفريق شبيبة الثورة. هاي الإعادة، هو كيف انطلق والكرة بين لاعبين، من انطلق؟ سيد أحمد عواج. الحكم قدر بأنها مخالفة، بدا يتحرك فريق شبيبة الثورة. الآن راهو يلعب تمريرة واحدة، وهاد التمريرة واللاعبين يتحركوا جيدا فوق الميدان، راح تزيري بلال يطرد، تزيري بلال يطرد، او من
واحد من الطاقم الفني لنصر حسين داعي، يبدو بأنه في حديث، لأنه في المرحلة الأولى كان فيه إنذار شفوي. هل سيكمل زيري بلال فعلا المباراة من خارج أرضية الميدان؟ يدرك صعوبتها ويدرك زيري بلال. هل سيعود إلى كرسي الاحتياط؟ فعلا لا، يخرج زيري بلال. هل سيصعد إلى المنصة أما أنه يخرج من هناك؟ زيري بلال تحت أزيج أنصارو. يترك فريقه في حدود هذه الدقيقة 57. هاي الصورة لزيري بلال، حتى أنه ما فيهش مدرج أنه تصعد إلى المنصة الشرفية، مضطرين أننا نصعد مثل ما صعد زيري بلال. ظن بلال زيري بالك على المخالفة هذه تنرفز، ولكن احنا نقولوا انه لازم اي مدرب ولا اي لاعب يتمسك شويه بال عصر. على بالي ماشي سهله، على بالي ماشي سهله. ولكن نتمنى ان شاء الله. هذا هو قرار الحكم. اول مباراه في دقيقتها 59، وشبيبه الثورة امام هذه الكره الثابته التي من شانها ان تمنح لها الافضليه وتعدل على إثرها النتيجة من وراء الكرة الحمراء، وكذلك تسديدة قوية تصطدم بالدفاع باتجاه أمام الكرة تلعب مباشرة. حتى عناصر شبيبة الثورة لا تستثمر جيدا في الفرص القليلة التي تحضر لها. يلعب التماس، زيري بلال ما زال يتنرفز من على المدرجات، تأكيد بأنه عليه أن يوصل النصائح لفريقه. هاي كرة لصالح الشبيبة، من هناك الفعالية الهجومية، هل ستعذر في هذه الكرة؟ خروج المدافع بقوة، ورتاني يسترجع كل الكرات، الورتاني اللاعب التونسي الرائع يسترجع الكرات الثانية من دفاع فريقه ويسترجع الكرات من هجوم الخصوم ويلعب دفاعيا ايضا. هاي التدخل من بيكاكشي باتجاه الامام، ان يوجد زايدي. الم يعئن الاوان لنبيل نغيز لتغيير هجومي مثلا؟ نظن انا لاعبين قريب 60 دقيقة، نظن حان الوقت للتغيير، لانه رانا نشوفوا كامارا، رانا نشوفوا اللاعبين ابار زايدي يراو يتحرك. هناك لاعبين في الاحماء تاع شبيبه الثورة، ممكن رانا نشوفوا يحيى شريف ممكن يدخل. الكره الثابته هذه المره لصالح النصريه، وعلاتي في التنفيذ. سيد علي يحيى شريف يتهيأ للدخول، هل فيه وضعيه تسلل؟ الحكم يترك الافضليه للحارس طويله. من هناك التفوق للمهاجم كامارا، يلعب مع الزايدي لتيبوتين، تدخل الى الوسط جميله ورائعه هذه المراوغه من بوشيبا. يلعب مع فرحي تصل لكامارا، كامارا ينطلق يحتفظ لكنه يضيع. شاهد ماذا يفعل ورتاني، يسترجع في كرات من ذهب بالنسبه للنصريه. هل يتفوق حراق؟ الكرة أصبحت متكافئة وندية أكثر، ضايعة مرة أخرى في محور الدفاع. هذا اللاعب العريبي تعود له للكرة لعلاطي، يراوغ علاطي لكن يرتكب المخالفة اللاعب الشبيبة الثورية الحمري. هذا حراك طويلة منه، حرك في الظهر وطحاله بالمليمتر، وخروج ناتاش. قراءة جيدة من الحارس ناتاش. هاي الكرة الآن للدفاع، علاطي يلعب. خروج كآخر مدافع للحارس ناتاش. الكرة لحراق،
يضيعها، ولكن الحكم فعلا تلعب بسرعة هذه المخالفة. المباراة أصبحت أكثر سرعة وأكثر جرأة من اللاعبين. فرحي أي فريق يقدر يسجل الآن بلال؟ أول خروج من ماتيش بالرأس على طريقة نوير، وهذا التأخر وارتكب المخالفة حراق بعد أن استرجعت عليه الكرة. غير دخول سيد علي يحيى شريف وخروج كامارا، فعلا سعيد كان ظلا لنفسه كامارا. يحيى شريف يعرف جيد من لعب 20 اوت ويقدر يشكل خطر على نصر حسين. عالية هذه الكرة وخروج كايا مرباح، كل خرجات موفقة. كايا مرباح عنده شقيق ويلعب في شبيبة الثورة. صلاة مرباح، نعم، عائلة رياضية. عائلة رياضية فعلا، ومتواجد على كرسي الاحتياط. الكرة لناتاش يريد ان يعطي التفوق العددي لفريقه بالخروج كمدافع حر. قالوا كم خرج هذو الكرات، هذوك التنين اللي خرج ناتاش وقرا جيدا اللعب، كانت راح تكون خطيرة على شبيبة الثورة. الحمري يلعبها مع واسيد احمد، تصله يلعبها براسه، ولكن التدخل من الدفاع، دفاع النصرية صمام الامان. دفاع النصرية الى حد الان ملتف جيدا حول حارس مرماه. دفاع النصرية كل حاجة ترميها له يرجعها، ليس فقط الكرة. لا يعرفوا يلعبوا جيدا تاني كرة القدم. الان هما شبان، ما زالت خصهم هذيك الخبره والتجربه، ولكن هناك انسجام كبير ما بين هاد المدافعين. الكره لفرحي ولكنه يعجز عن الترويض. فرحي مباشره الى التماس، يتركها مدافع النصريه علاطي. التغيير الاخر دخول يوسفي من جانب ناصر حسين داي. اكيد خروج يعيش، الشاب يعيش، الشاب يعيش، يخرج تحت التصفيقات. ياس ياش بدا شوط اول ممتاز، وفي الشوط الثاني هذا صح ما شفناه شويه، ممكن الارهاق والتعب. ماذا هناك رفيق عاشوري يطلب من اللاعب انه يعود، نحن البطاقه الصفراء. لماذا؟ لماذا؟ لانه نزع الواقي الرجلين قبل ما يخرج من الميدان، اظن ذلك. شاهدناه فعلا حامل لواقي الساق. يعيش ياس، اذا كان القانون هكذا يقول، نعم، فعاشوري ما طبق الا القانون، مثل ما طبق على تزيري بلال الذي احتج بشده. ويتابع من على المدرجات ما تبقى من أطوار هذه المباراة، مباراة الجولة الخامسة من المحترف الأول الافتتاحية. طبعا التفوق فيها للنصرية بهدف مقابل صفر منذ الدقيقة 13. مباريات أخرى كثيرة ستلعب، هي كرة صعبة أخرى لصالح النصرية. التسديدة من بعيد بعد نصف ساعة من الآن. فيه مباراة شباب قسنطينة واتحاد بالعباس، فيه مباراة مولودية وهران أمام جمعية عين مليلة، مباراة شباب بلوزداد أمام أو وفاق سطيف أمام شباب بلوزداد، ومباراة أولمبي المدية مولودية الجزائر غدا، مباراة دفاع تاج نعت أمام أهلي برج بوعريريج تأتيكم مباشرة على القناة الرابعة. شبيبة القبائل تستضيف نادي بارادو على 45 دقيقة، والمباراة منقولة على الجزائرية الثالثة. فيما المباراة الأخيرة عن هذه الجولة بين اتحاد الجزائر ومولودية بيجاية مؤجلة إلى تاريخ 7 أكتوبر القادم.
بإذن الله، وهذا بسبب تقديم مباراة بسبب مباراة كأس العرب. الريتم منخفض والمباراة لم تأتي بالجديد والمحاولات على قلتها ننتظرها بفارغ الصبر. يراوغ حراق، ينطلق حراق، يوزع حراق، يضع كرة الهدف الثاني وخروج نعتاش. يوزع كرة ولكنها فقدت للقوة، قطعها نعتاش انطلاقة في هجمة معاكسة. شبيبة الثورة تلعب هذه الكرة القصيرة باتجاه من الحمري. شوط ثاني ممتاز من الحارس نعتاش بلالة، فعلا تفوق في الكرات. نعم، وراو يمد اكثر اريحيه واكثر ثقه للاعبين، ولكن زملائه يخيبوه الى غايه. نعم، هذه اللحظات. نعم، لا يؤدون ما عليهم هجوميا، لا يحاولون، لا ينشطون ولا يجتهدون، وكأن بهم خارج الاطار في هذه المباراه. على كل نقولها بصراحه بان او الشبيبه الثوريه تستحق على الأقل نقطة، يعني في الأخير لما يقوموا بالحصيلة الكاملة للمباراة يجدون بأن نصر حسين داي أتيحت له فرصة واحدة وضعها في الشباك. نعم نعم بلال، كلامك صواب. نظن أنه شبيبة الثورة باش تقدر تسجل لازم نطلع أكثر من ريتم المقابلة، واللاعبين يلعبوا أكثر بحرارة، لأننا نشوفوا اللاعبين راهم يلعبوا كأنه فريقهم راهم متعادل، وما يلزمش ينساو أنه ضد نصر حسين ده في ميدانه باش تسجل هدف لازم تكون في المستوى. قد تأتي الركنية بالجديد، تلعب مباشرة إلى الخلف ليسددها مثل ما جاءت إلى التماس. مستمر المباراة في دقيقتها 69. سيدي علي يحيى شريف يلعب مع بيكاكشي، يطلب منه خوالد انه يلعب مع نعتاش حتى تتضح الرؤية اكثر لنصر الدين خوالد. نصر الدين خوالد يلعبها قصيرة مع كوناتيلا، يفضل فرحي. فرحي يلعب مع اللاعب الذي ضيع هذه الكرة. هجوميا غير جديين عناصر شبيبة الثورة. انطلاقة، هيا هجمة أخرى معاكسة للحمري. هل سيسدد من هذه المسافة؟ عالية عالية يا عواج سيد أحمد، هذه الكرة وبعيدة. شاهد هذه اللقطة الطريفة بين فرحي وبين العريبي. بيكاكشي استرجعها علاطي، علاطي يلعبها مع خياط، خياط من يطلبها خاسف، يتحصل على المخالفة خاسف. نلعب تحت الأضواء الكاشفة الآن. تدخل كان أمام واقي. خروج نعتاش كان موفق. جميل المراوغة أمام أحمد قاسمي، العودة إلى الخلف طويلة باتجاه الأمام. أعتقد بأن شبيبة الثورة لو يلعب ثلاث أشواط الحكم ترك الأفضلية. التوزيع، وضع حاله في رجله، وضع حاله في رجله، وضع حاله في رجله. عودة الحارس. قلت بأن شبيبة الثورة لو تستمر بهذا الأداء لن تتمكن من التعديل، بالعكس ممكن يزيدوا يسجلوا لهم نصر حسين ده. فعلا لأنه الأداء باهت ويضيعون الكرة. هذا فرحي، فرحي يلعب من هناك. خياط
لانه شوف اخ بلال، شوف هنا اللاعب فرحي دار تمريره جيده، لو كان اللاعب عواج طلب الكره في العمق، ولاعب عواج هنا طلب الكره في الرجل، نعم كان غافل وطلبها في الرجل، لو كان دار اون اكسيليراسيون القدام بالك يصل وكانت تكون خطوره. فعلا كان يريدها في رجله الكره، لا يريد انه يبذل مجهود اكثر. نعم تلعب في الوسط، هاي كرة أخرى لصالح الشبيبة، فتح اللعب، اللاعب يحيى شريف سيدي علي ينتظر الكرة، هاي كرة صعبة، هاي كرة صعبة، هاي كرة ممتازة، هاي كرة هدف، ضاعت هذه الكرة ومرت بردا وسلامة على دفاع النصرية، مرت مرور الكرام على هجوم الشبيبة الثورية، لعب هذه المرة وزعها سيدي علي، يحيى شريف لم يلمسها لأنها اصطدمت بالأرضية. واحدة من الفرص القلائل، الفرص الصغيرة على قلتها، لا يمكن لعناصر شبيبة الثورة أن تترجمها إلى غاية اللحظة. العريبي هل منحلو الحكم المخالفة أم الركنية؟ ظن ركنيه، ونشوفوا اللاعب زايدي مازال توجور راهو دائما يحوس يدير الخطر على فريق نصر حسين داي. العرفي تحدث مع تزيري بلال يبحث عليه. نعم نظن انه العرفي بلال تزيري دخلوا اكثر باش يشد الكره، وعنده الخبره في وسط الميدان، ممكن راح يمد اكثر اريحيه للفريق. واش تكلمنا ما بين الشوطين، نظن المهاجم بعلي هو اللي راح يخرج يدخل العرفي في وسط الميدان ويقدم اللاعب قاسمي باش كراس حربه، لان اللاعب بعلي هو كان يلعب راس حربه. لان يدخل حسين العرفي مكان بعلي، ياخذ مكانه في اكثر من ربع ساعه بدقيقه ونصف. حسين العرفي صاحب الخبره وصاحب التجربه، شبيبه الثوره في تنفيذ هذه الركنيه عن طريق بوشيبا، الصراع سيكون كبير، الكرات العالية نقطة قوة دفاع فريق النصرية، الفوز في الكرات العالية. ناهيك على عودة أحمد قاسمي لمساعدة الدفاع وكذلك ورتاني، هل يتفطن بوشيبا ويلعبها أرضية أم أنه يرفعها ويترك زملاء كوناتي يتصارعون داخل منطقة العمليات. حكم يريد أن يكون قريب، كوناتي يصعد، ظاهرية هذه الكرة والتدخل من أحمد قاسمي الذي عاد، تعود مرة ثانية ريع التسديدة، ريع المحاولة هذه من لاعب الحمري، اللاعب القادم من غالي معسكر، أعير لي غالي معسكر لاعب شاب شاهد كيف احد الحلول يعني. نعم في ظل تسديدة جيدة من اللاعب الحمري اللي هنا الان في الشوط الثاني، اللاعب الحمري هذا كذلك بدا يتحرك جيدا. فعلا خوالد يعرف جيدا قاسمي، وقاسمي يعرف جيدا خوالد، وهذا استنديوال تاع زوج لاعبين يعرفوا جيدا بعضهم. نظن هنا اللاعب خوالد ممكن قدم اليد تاعو. فعلا شوف هنا، شفت المرفق تاعو. الربع ساعة الأخير من عمر هذه المباراة، هدف مقابل صفر لصالح النصرية سجل في الربع ساعة الأول منها بالضبط في الدقيقة 13 عن طريق هذا أحمد قاسمي. الحكم ربما سيطلب من اللاعبين انهم يشربون يعني هذه الراحه التقنيه تسمى هكذا. نعم بوست تكنيك. نعم بوست تكنيك مده دقيقه، ورانا نشوفوا انه اللاعبين الكل مشاو باش يشربوا شويه الماء، لانه الحراره تحدثنا الحراره في بدايه، واحنا نشربوا شويه ماء بصحتك. اذا صحيح درجه الرطوبه خاصه عاليه في مباراة اليوم، اعتقد بانه هو ما اعاق الفريقين على هذا. نعم نعم. الاداء وكذلك ما ننساوش انه رانا دائما في بداية الموسم،
خصوصا انه في فصل الصيف بدايه الموسم رانا في الجوله الخامسه ولا الرابعه نظن كل وكاين فرق راهم لاعبين جولتين برك ولا ثلاثه خصوصا فرق نظن هذا شيء طبيعي. مستمرة المباراة الآن الكل يعود إلى أرضية الميدان في حدود هذه الدقيقة 77 أحمد قاسمي يحقق المهم إلى غاية هذه اللحظات بهدف مقابل صفر يعني النقاط الثلاث لصالح النصرية في انتظار الأهم. الأهم سيكون إما بإضافة هدف ثاني وقتل المباراة أو تسيير أطوارها والحفاظ على هذا التقدم. شبيبة الثورة بقيادة نبيل نغيز عليها أن ترفع من الريتم وعليها أن تنشط هجوميا وعليها أن تستثمر في هذه الحملات المرتدة ولكن لا شيء من ذلك يحدث إلى حد الآن. سرعان ما تضيع الكرات وخروج ناتاش يتفوق ناتاش عبد الرؤوف الحارس السابق لمولودية وهران أدى مواسم رائعة مع مولودية وهران واحد من بين أحسن الحراس على المستوى الوطني. الفه كان وضعية فعل عايد من وضعية التسلل. هاي الإعادة اللي تفوق فيها من أمام المهاجم يوسفي فعل يحيى الشريف سيد علي يلعب مع تيبوتين يدخل الكرة إلى الوسط يوجد عواج سيد أحمد بدوره إلى خوالد نصر الدين. خوالد نصر الدين يلعبها في الوسط التوزيعة بالرأس دفاع النصرية مرة أخرى. هذا كوناتي على الجهة اليمنى المراوغة في الوسط. هاي كرة صعبة هاي لعواج سيدي أحمد اليوم يتهيأ البطاقة الصفراء. لا أعتقد بأنه يستحق البطاقة الصفراء سعيد لأن اللاعب كان أمامه فضاء من أجل التسديد يعني كرة هدف وهذه هي هكذا يلعب حسين العرفي. نعم مام حسين العرفي عرف باللي كي ما شدش الكرة من الأول باللي عواج راح يكون خطير لو كان يخلي له المساحة لهذا عرف كيفاش يعرق له وبالتالي خطورة اللقطة تحتم على حكم المباراة إخراج البطاقة الصفراء. نعم بالفعل لأن حسين العرفي كان يدرك بأنه الخيار الوحيد من أجل صد ورد اللاعب عواج سيد أحمد. مع ذلك الكرة غير بعيدة عن غايا مرباح ورأى بكاكشي ورأى سيد أحمد عواج هل يتركها لبكاكشي. تسديداته أقوى من تسديدات سيد أحمد عواج. إذا كان سيد أحمد عواج يبحث عن الزاوية البعيدة فإن بكاكشي يضربها بقوة. الجدار الدفاعي بعيد نوعا ما الكرة على بعد حوالي 27 متر. هل تفعل لها شبيبة الثورة بهذه الكرة الثابتة؟ ما أروع المحاولة ما أروع المحاولة من بكاكشي وما أروع الصد والرد من غايا مرباح. تمدد إلى هذه الكرة استعمل كامل البراعة اتكسل وزيد يا مرباح واخرج هذه الكرة في هذه العشر دقائق الأخيرة. شبيبة الثورة تريد وتحوم وتريد خروج غايا مرباح. واحدة من أجمل وأخطر الفرص في هذه المباراة واحدة من أجمل اللقطات واحدة من أجمل الكرات يا حاج أحمد رضوان. لو نشاهد الإعادة للكرة الأخيرة وضحاله في الزاوية التي لا يحبدها كل حراس المرمى ولكن براعة الآخر سعيد. نظن الحارس مرباح هنا كان حارس بحق أتم معنى الكريمة وكذلك ما نساوش اللاعب قاسمي اللي شفناه كيفاش ترجع الكرة في ذاك المكان وقدر يجيب تماس لفريقه. نظن اللاعب قاسمي اليوم بالخبرة والتجربة تاعو سجل هدف وراه يدافع هجوميا ودفاعيا ما شاء الله كما يقولوا ربي بقي عليه ستر ونشكره على المردود تاعو هذا. إذن مستمر المباراة التسع دقائق الأخيرة
عواج سيد احمد وزملاء متاخرين في النتيجه بهدف مقابل صفر امام نصر حسين داي في افتتاح مباريات الجوله الخامسه من المحترف الاول. منذ ذلك الحين شاهدنا فرصه وفرصتين من جانب النصريه، وشاهدنا رده فعل من جانب شبيبه الثورة اخر هذه المخالفه الرائعه التي صدها ورد مرباح قايا الكره للشبيبه. تريد الان تلعب بشعار اخسر بهدف مقابل صفر او بثنائيه مقابل صفر، شيء سيان يعني انك خسرت النقاط الثلاث وفقط، وبالتالي ربما سترمي بكامل ثقلها في الهجوم. نسبه الرطوبه العاليه نقولها ونكررها عاقت اداء اللاعبين على ارضيه الميدان سواء من جانب شبيبه الثورة او من نصر حسين داي. الكره للشبيبه تلعب في العمق، هاي جميله، هاي ممتازه، هاي التسديده غير بعيده. لماذا هذا التراجع في دفاع النصريه؟ نظن بعد دخول لاعب يحيى الشريف اللي اعطاه حيويه نوعا ما بالخبره والتجربه تاعه، وكذلك امام اللاعب عواج في الشوط الثاني المردود تاعه راه احسن من الشوط الاول، ونقدر نقولوا انه الان شبيبه الثورة ما عنده ما يخسر، لازم يهاجم، لانه كما قلت انت تخسر 1-0 ولا 2-0 النتيجه كيف كيف، باش 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 تسجل لازم تهاجم باكثر عدد ممكن من المهاجمين ولا من اللاعبين. تغيير اخر من جانب شبيبه الثورة بخروج اللاعب بكاكشي ودخول حاميه واحد من بين الاوراق الرابحه جوكر يعني دوليكس لاعب حاميه كل ما يدخل في الشوط الثاني يدير خطوره، ورانا نشوفوا انه نغيز ما عنده ما يخسر، خرج مدافع زاد مهاجم باش يقدر يسجل اهداف. كره ثابته اخرى يسعد نصر الدين خوال، طلب منه سيد احمد عواج يلعبها، التدخل من الدفاع حتى مردود عناصر فريق نصر حسين داي تراجع نوعا ما وتراجعوا الخلف وكان بهم يريدون الحفاظ على النتيجة وينتظرون المرتدات. بالفعل ألا هل آن الأوان للعودة؟ ألم يغامروا بالعودة نوعا ما؟ ماهمش يغامروا بالعودة، ولكن شوف كيفاش راهم يلعبوا، راهم يلعبوا الضغط وشوف نعم راهم يلعبوا الضغط على فريق الخصم، ولكن دفاع نصر حسين داير ومتمركز ومتماسك جيدا. كور ثاني استرجعها، تدخل من امام يوسفي من المدافع نصر الدين خوالد، عن علاتي بطاقة صفراء لأنه ربما تنرفز على مساعد المدرب هو في الطاقم الفني ل محمد لاسات، نظن هو محضر البدني ومساعد مدرب، بالتالي التصرف لم يكن لائق من علاتي. نعم يجب ان نقول هذا. تزيري بلال الغايب موجود على المدرجات، طرده حكم المباراة، وأعتقد بأن لاسات لديه صلاحية أيضا من أجل توجيه اللاعبين. غايا مرباح يلعبها في الوسط، يتفوق فيها نصر الدين خوالد رغم عامل السن إلا أنه مازال يلعب من دون خطأ. لا نظن اللاعب كل ما يكبر في السن
كل ما المردود تاعو يكون ناضج اكثر، خصوصا لو كانت حياته الذاتيه يكون شخصيه وخصوصا بون هيجين دو في، ومنا يقدر يلعب ما كاش مشكل عليه ان يسير الحياه. نعم، هاي الاعاده شيء كل ردة فعل من علاتي جاءت هكذا وفي لحظة يعني من اللحظات العصيبة في المباراة اللي يجب أن نحكم حتى اللاعبين حتى ما نكونوش قاسيين معاهم. واعتذروا في آخر المطاف على كل أمور كما هذه تحدث في أي فريق، خصوصا رانا ضغط رهيب راهو عليهم. علاتي حمية البديل، وهذا سيسي البديل الآخر في تشكيلة فريق نصر حسين داي قبل 3 دقائق عن نهاية الوقت الرسمي للمباراة. بواقي يترك مكانه لسيسي، نصر حسين داي يتجه بثبات نحو تحقيق أولى انتصاراته داخل أرضية ميدانه بعد أن تعادل بقسنطينة أمام الشباب البطل بهدف مقابل هدف في آخر أنفاس المباراة، وبعد أن سقط على أرضية ميدانه أمام اتحاد الجزائر بثنائية مقابل هدف، وبعد أن عاد بالفوز من ميدانه لبرج بوعر ودفاع تاجنان، ثم بالفوز بالتعادل عفوا من ميدانه لبرج بوعر ريج، هو بخطى ثابتة من أجل إضافة نقاط أخرى إلى رصيده. أما شبيبة الثورة التي افتتحت الموسم بفوز أمام مولودية ورعم بثنائية مقابل 0 وهزيمة أمام شباب قسنطينة بهدف مقابل 0 وفوز أمام اتحاد الجزائر بثلاثية مقابل 0 وتعادل بميدان شبيبة القبائل هي إلى حد الآن منهزمة ولديها أقل من دقيقة ونصف عن نهاية الوقت الرسمي لهذه المباراة إن أرادت التعديل. مباراة كاملة لعبت على فرصة. نعم بالفعل. الآن فريق النصر حسين داراوي يسير في باقي المقابلة، وفيما يخص شبيبة الثورة راهي تلعب الكل في الكل باش تعدل نفسها. هاي كرة أخرى، هل ضاعت أم أنه الهدف الثاني؟ لا، ضاعت وليس الهدف الثاني. لا حراق ولا قاسمي ولا آخر تمكن من إنهاء المباراة بهدف آخر. سيسي يطلبها على الجهة اليمنى ولكنه فضل يوسفي على الجهة اليسرى. الآخر رجع له الكرة وقال له لا أريد أن أتحمل المسؤولية أمام الشباك. عندي اللاعب يوسفي هنا نعرفوه أنه لاعب يساري، ولكن جاتك على الجهة اليمنى كنت قادر تديها الجهة اليمنى وتسدد المرمى وممكن تسجلها. بطاقة صفراء لحراك. طبعا يوسفي قال له هاك كرتك، لا أريد التسجيل، لا تعمل مني المسؤولية. وبالتالي نقطة ضعف اللاعب الجزائري أنه يلعب برجل واحدة إن كان يساري يلعبها بالرجل اليسرى، وإن كان يماني فكذلك. وهذه الكرة العالية والرأسية إخراجها الانطلاق في الهجمة المرتدة. حسين العرفي لأحمد قاسمي يراوغ يبحث عن الركنية. أحمد قاسمي شاهد يعني حاول الاحتفاظ بالكرة وربح بعد الثواني. خمس دقائق من الوقت بدل الضائع أعلن عنها حكم المباراة. خمس دقائق راح تكون طويلة على مناصري ولاعبي نصر حسين داي، وراح تكون صغيرة على فريق شبيبة الثورة والمناصرين. كوناتي طويلة باتجاه الزايدي يسترجعها حراق، ولكن لبضع ثواني الكرة
لمن؟ تغطية دفاعية. لاعب قسمي لو كان لمس الكرة كان يكون في وضعية تسلل. فعل. لذلك لذلك لم يرد أن يلمسها. هو المراوغة وهو الخطأ. نصر حسين داي تريد أن تنهي المباراة. بلال علامة كاملة لوسط دفاع نصر حسين داي. عريبي وخياط. عريبي وخياط. نعم. وهذا البديل فرحي يلعبها من هناك جميل. أوه شبيبة الثورة لا تؤمن. شبيبة الثورة لا تؤمن بإمكانياتها الهجومية وإلا لتمكنت من التعديل. أتيحت لها فرص كثيرة في المرحلة الثانية عكس المرحلة الأولى ولكن تضيع ولا تؤخذ محمى على محمل الجد. تزيري بلال على الأعصاب. تزيري بلال ينتظر نهاية هذه الدقائق. بقت منها 3 دقائق وهذه الركنية أصعد الجميع أحمد قاسمي والكل موجود داخل منطقة العمليات. دائما هو الذي يتفوق في الكرات أحمد قاسمي. يقوم بكل شيء، يدافع، يسجل، يهاجم، يحتفظ بالكرة. ناتش هل ارتكب المخالفة؟ أحمد قاسمي يدافع، يهاجم، وسجل هدف. ممكن راح يكون هدف الفوز. أكيد أكيد يعني إلى غاية اللحظات هذه كنا نتمنى فيها أهداف كثيرة. كنا نتمنى أن تزار الشباك من الجانبين ولكنها كانت شحيحة. هذه السيد أحمد عواد. طويلة باتجاه الأمام. خروج ناتاش. طويلة من ناتاش والآخر أحمد قاسمي. كل كور اللي جات في الشمال يفوز فيها. الآن مهمة الاحتفاظ بالكرة وربح بعد الثواني يلعبها مع سيسي. ضاعت له سيسي، تحولت إلى هجمة معاكسة في ظهر الدفاع باتجاه سيد علي يحيى شريف ومرباح قايا يتفوق. مرباح قايا يتفوق في هذه الكرة إلى التماس مباشرة. نصر الدين خوالد في كرة ثانية. كذلك بالمقابل مرباح قراءة جيدة للاعب. كذلك تلعب من هناك الراسية. هدف مقابل صفر أيها السادة والسيدات جمهورنا الرياضي الكريم. إلى غاية التواني الأخيرة من هذه المباراة، كيف يقيمها سعيد بوطالب؟ كيف كان أداء الفريقين في المرحلة الثانية خاصة والمباراة عامة؟ كلها في المرحلة الثانية شفنا حيوية أكثر ولكن دائما لغز فريق شبيبة الثورة. نظن من جانب الهجومي التنشيط الهجومي ناقص كثيرا. وهذا نقولوا انه مام نصر حسين داي الدفاع تاعو منظم جيدا. هاي كرة، هاي كرة لحمري. لماذا عاد الى الدفاع؟ سدد، اصطدمت الكرة وعادت انطلاقة في هجمة معاكسة لانطلاق يوسفي. يطلبها الورتاني وحتى سيسي في القائمة الثانية ماشي في وضعية تسلل. يوسفي غير الجناح من هناك ان يوجد احمد قاسمي. تصل هذه الكرة احمد قاسمي. التغطية إلى 5.50. كما قلنا أنه الفريق نصر حسين داي بعد الهدف اللي سجلوا عرف كيفاش يحافظ عليه. والمقابلة نظن نقدر نقولوا متكافئة ولكن اللي سجل الهدف هو اللي فاز بالمقابلة. هدف مقابل صفر لصالح فريق نصر حسين داي. انتهت على إثرها المباراة من تسجيل قاسمي في الدقيقة 13. 3 نقاط ثمينة للنصرية حد أوفر للشبيبة في افتتاح مباريات الجولة 5. المباريات الأخرى تلعب في هذه الأثناء. انطلقت أيها السادة والسيدات جمهورنا الرياضي الكريم. شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة والشكر للحافلة الرقمية.